بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنصبرن على ما أذيتمونا. ويقول سبحانه وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شنو أقول هذه الآية وأعقب تفاعلا مع ما يجري في الواقع؟ إن حركة النهضة ليست المسيح داخل لا هذه البلاد. يا سي جمال لحظة، سي جمال، الرجاء الرجاء، هذه ما علاقة. حركة النهضة ليست المسيح داخل هذه البلاد. أطلق بموجب 89. أرجوك أترك لي الكلمة لأول مرة. أريد أن أتكلم بكل حرية. بربي نسمع بعضنا. أصليت إليك ولم أقاطع أحدا، فأرجو أن تصلي إلي. سي جمال الرجاء، أقول إن ما يجري اليوم في سليانة من محاولة اغتيال أحد شباب الصحوة الإسلامية. لا لا سي جمال، لا لا سي جمال، أرجو أن أقول، أريد أن أتكلم دون أن يقاتل. سي جمال أقاطع أحد أرجوكم. سي جمال أرجوكم. لا هذا مش نقطة نظام، مش نقطة نظام، حرق ومن سيطرة لحركة النهضة. سي جمال ماهيش نقطة نظام، الرجاء الرجاء أبناء حركة النهضة. لحظة، قطع المصدر، الرجاء قطع المصدر، الرجاء قطع المصدر. في مسجد برج الرجاء. سي جمال الهدوء. سي جمال أرجوك. لا لا سي جمال من فضلك اهدأ. لا أرجوك، أنت اللي أرجوك. أنا المصدح قطعته. علاش؟ لا لا، هذه ليست نقطة نظام. تنجم تطلب بموجب الفصل 89 وتتكلم، أما هذه مش نقطة نظام. ما هياش نقطة نظام. الرجاء نرجع لأشغالنا، وأنا ما عادش نعطي نقاط نظام إذا كان للخروج وإدماج مواضيع أخرى. ما فضلكم السيدة رئيسة اللجنة، تفضلي. أين وصلنا؟ ما فضلكم. لا لا، إذا كان بهالطريقة هذه لا. تفضلي السيدة رئيسة اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلبها كما ينبغي وتاخذها. لا سي جمال من فضلك. سي جمال من فضلك. سي جمال من فضلك. لا لا، ما عادش نقاط نظام، ما عادش نقاط نظام، ما عادش نقاط نظام. تفضلي سيد واحد ولرئيس الجلسة اتخاذ القرار المناسب لحسن سيد الجلسة. السيدة رئيسة اللجنة تفضلي، نبدأ الشغل، نبدأ الشغل. ما فضلكم.